انا مشكلتي ان انا عايز ارخص زي الناس. انت مش عارف ترخص الفرن ده؟ مش عارف ارخص الفرن. انا مقدم من 2009 و2007 و2008 و2010. المساحه موجوده والجهاز الطبيعي موجود تمام، كل حاجه عندي موفره. مساحتي 110 100 متر و10 تمام. ارتفاع عندي 4 متر 60 تمام. السير عندي مواصفاته 5 متر ونص تمام. عندي غاز طبيعي، عندي حاجه متكافله. طب وليه مش عارف ترخص؟ استنى دورك. ودورك ده المفروض يجي امتى؟ الله اعلم، حسب ما الناس اللي عايزه تشتغل. طيب بقالك قد ايه مستني دورك؟ انا بالظبط مقدم من 2009. فانت بقالك 6 سنين مستني دورك. مستني دورك. طب انت ازاي اصلا بقى شغال من غير ترخيص؟ انا شغال يعتبر طبع السوق السوداء حر. تمام. انا شغال حر. فانت لو رخصت تخش في المنظومه. اخش في المنظومه، ويا ريت ويا ريت ان انا اخش في المنظومه، ان المكان ده مش بتاع الواحد. تمام. ده احنا 6 رجاله، 6 اخوات رجاله. اه. فاتح يمكن ما يقلش عن 50 بيت، بتاع رده، بتاع دقيق، بتاع خميره، بتاع غاز، بتاع نور، بتاع ميه، بتاع فاص، صناعيه عندي، شنط. كل ده ربنا جعلني سبب ليه. انا عايز برضو زي ما الناس ارتاحت ارتاح، يعني انا رغم ان انا مضروب من المنظومه بس مرتاح برضو عشان خاطر المواطن الغلبان لاقي رغيف عيش متوافر في السوق. تمام، الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا.